إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرة تدل على عظمة الله وأنه خالق هذا الكون ومنظمه ومدبره سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الله وأنه وحده المستحق للعبادة لأن كل ما ترى فوقك وتحتك وعن يمينك وعن يسارك الجبال البحار السماء النجوم الكواكب كلها خلق الله وتدبيره، وسخر كل هذه الأشياء تحبك لتقوم بهذه العبادة التي خلقك من أجلها. كل هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله يشكر لك هذه آيات وهذه الدلائل وهذه البراهين وتبقى تتخبط في ظلمات الجهل، ويأتي أي ملحد أو زنديق أو أي سياسي ماكن يصرفك عن دعوة التوحيد فتركض وراءه. تأمل القرآن يا أخوة وتدبروه، القرآن ينمي الإيمان والقرآن ينمي التوحيد، والقرآن إذا فهمته صرت من أتباع الرسل في دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين توحيد، أقيم هذا التوحيد، إذا أقمت التوحيد استقام لك كل شيء، وإذا احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديت عليه استقام لك كل شيء. ما تحط في سلطة أنه وتحط في سلطة المهملات وتوالي وتعادي على غيره. أنا أعرف أن كثير من الناس عرف التوحيد لكن معرفة هامشية، يحط في السنة المهملات ويروح يوالي ويعادي على غيره. لا، الولاء والبراء على التوحيد. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا ما يحصل هذا الشيء ليستهين بالتوحيد ويحتقره ويوالي ويعادي على أفكار سياسية منحرفة. هذا نصب لهؤلاء الذي يؤمن بالتوحيد حق الإيمان ويحترم التوحيد ومن أجل احترامه يوالي من أجل هذا التوحيد ويعادي من أجله. والله الولاء والبراء الآن مهم التوحيد عند كثير من الناس. الولاء والبراء ما هو من أجل العقيدة، الولاء والبراء من أجل فلان وفلان، فلان وفلان من أضل الناس في دين الله وفي معنى لا إله إلا الله، يوالي من أجل فلان وفلان، ومن أجل الله، من أجل توحيد الله، من الله من أجل من يفجر الرسل، ما هو من أجل القرآن، من أجل فلان وفلان. هذا بلاء، هذه داهية دهات الأمة. يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان اعرفوا دعوة الرسل، اعرفوا منهج الرسل، واعلموا أنه المسألة ليست اختيارية، واجب حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. والدليل أن الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء وسار عليه الأنبياء من أول إلى آخر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد 13 سنة لم يدعو إلى التشريعات الأخرى، لم تشرع الصلاة أهم أركان الإسلام بعد إله إلا الله محمد رسول الله، لم تشرع إلا في السنة 10، الزكاة الصوم الحج ما شرعت إلا في العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل، والرسل ما تزحزح عنها شعرة واحدة، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب، ملك غير ملك يعطوه، يبغى أفضل فتاة من قريش يزوجوه، يبغى المال يعطوه، يبغى يكون أبدا قول لا إله لا أريد منكم إلا هذا، ويبايع لا إله إلا ويجاهد لا إله إلا الله، ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء وأموالهم.